شكرا للزميل الأخضر برش. حضرات المشاهدين أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى أجواء البطولة الإسبانية لليغا في سابع المواعيد هنا في المقاطعة الكتالونية، وتحديدا في أكبر الملاعب الأوروبية استاد الكامب نو الذي يستضيف أعرق أندية الدوري الإسباني إلى جانب ريال مدريد، وأعني برشلونة وأتلتيك بيلباو، هذا الثلاثي الذي تواجد لوحده دائما منذ انطلاق لليغا الإسبانية. برشلونة متصدر الترتيب العام يتألم هذه الأيام، وجراحه غائرة بفعل جيرونا بالتعادل وليغانيس بالخسارة، يريد اليوم نسيان المرارة وتعديل الأوتار للبقاء في الصدارة، بينما المنافس أتلتيك بيلباو وهذه الهجمة يقودها كوتينيو، كرة جول لا خيمي لاتري يقول ليست هنالك مخالفة. خيمي لاتري اليوم نجد على المستوى، وهذه كرة جول لا يرجع دفاع بيلباو، بيلباو في حالة خطرة، تصويب من نيلسون سيميدو الدوري البرتغالي، كرة خارج الميدان، سواريز كرة صاروخية أوروغوايانية، وهذا هو صيد سياد اللاعبين قناة كرة. يا سلام كوتينيو بأجمل الأقدام، وسواريز بالتمويل، والراكيتيتش بعيد عن المتابعة، تفاعلات جماهيرية كاتالونية، مارتينيز كرة رائعة، كرة ممتازة، والتسلل، التسلل في اللحظات الأخيرة على بارينسياغا المدرج لفريق برشلونة، وهذه الكرة إناكي ويليامز، كرة جول، محور دفاع البارسا، محور دفاع كاسكاس، محور لا يطمئن بالمرة، كرة مرة أخرى لفريق الباسك، إمكانية راول كارثيا، التصويت لأتلتيكو مدريد، راول كارثيا، راول المهول، راول اللي عنده خمسة لفريق بيلباو، تلعب الركنية، اتعادل جول، ضاعت على إناكي ويليامز الخامس، فيها جول لا وألف لا، جوردي ألبا انتظر عودة كل الدفاع الباسكي، موقف الجناح يراوغ سواريز والركنية لبرشلونة في توقيت 22 دقيقة لعسونا ثلاثة مواسم، ديمبلي لاعب بدالة، كرة خيال كل الخيال، كرة بجمال كل الجمال من أرتور فيدال، يا سلام، ويليامز الفنان يتلاعب بجيرار بيكي، والركنية لفريق الباك، الركنية وكرة مرتدة إيفانوس الماضي، سيميدو صعبة، لا يا سواريز، لا، كرة طويلة من الأوروغوياني، كان بالإمكان حول الروب، أو بيكي، والتأخر التدخل في الوقت المناسب من كابتن برشلونة جيرار بيكي، كرة من إدواردو، هذه كرة لويس فاريز، راكيتيتش التصويب، إيفان راكيتيتش يتسرع لكرواتي، وكورتو بجانب الإيطار للحتيغانيس على حساب لويس فاريز، عثمان ديمبلي، أين هذه كرة سيميدو، والتدخل الدفاع في ريال بثلاثة أهداف لصفر، وهذا سواريز، والحارس الرايع أوناي سيمون، 21 عام، خريج أكاديمية أتلتيك، من كوتينيو، يراوغ كوتينيو، ولكن بعيدة، كرة طويلة في القائم الثاني، سيميدو ركنية. سوسايتا كرة جول فعلا دي ماركوس المدافع الأيمن لفريق بيلباو يفتتح النتيجة في صمت رهيب في ملعب الكامب نو، الأحمر وأبيض، يا سلام، بكرة
لويس سواريز يوسع فيليبي كوتينيو ليس بالاختصاص في كرة الرد مطالب بتعديل الأوتار قبل نهاية المشوار ويورن الحكم لاطر وإمكانية سوسايتا في التوزيع وروح الكتالونيا هو ملهم البلاو جرانا وهذا كوتينيو الرأسية جيرار بيكي كوتينيو يوسع وكرة سواريز سواريز ويغيب عليه الامتياز هدية من هنا سيمون لا تمر وسواريز يعدي سواريز يراوغ مرارة أمام ليغانيس ها هو الآن خسران وهذه كرة من راكيتيتش سواريز راكيتيتش يراوغ لا أكلي وهذه كرة والحارس أوناي سيمون ممتاز وأسرع وهذه كرة كتالونية ما تعداش وين عودة للكرة المضمونة ليو يا سلام وهذه كرة بالراس من فيليبي كوتينيو والراية الراب دامبلي يوسع كوتينيو كوتينيو اي 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 دامبلي 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 مجهود خرافي من بطل العالم كرة والسرعة للديماركاس كوتينيو أمامه كلس دامبلي إمكانية توزيع بعيدة الكرة بعيدة جالي كوتينيو التحذير لراكيتيتش رار بيكي وهذه ليو وهذه الكرة هذه الكرة هذه المخالفة هذه وحده وحده اللي يو خرجها المدافع من الشباك الحارس أوناي سيمون في حالة سميدو سميدو وهذا ليو المطالبة بضربة جزاء هذا ليكي اوه بيكي جاءت على الكتالونيا ولا بد أن يقع الاستغناء عن خدماته وهذا هو لديك الاحتياط شوف قوة المغابة من الثقال حرام حرام ولا حرام حرام بالفرقة القوية وهذه كرة جول هذه كرة جول عجيبة وغريبة تسونامي كاتالوني تسونامي كاتالوني بين وهذه الكرة وين وهذه الكرة وين أوليو جول جنون جنون فنون فنون وبرشلونة يرجع للكرة المضمونة سبع دقائق من نهاية المباراة الفرحة العارمة تسونامي الكتالوني